خلينا نروح نشوف مع حضراتكم تقرير صورته كاميرا يحكى أن مع الناس في الشارع، نعرف رأيهم في موضوع حلقتنا ونرجع تاني نكمل كلام. بالنسبة لي الزوجة هي كل شيء، دايما هي واقفة في ظهري، هي واقفة سند ليا في كل الأزمات. طبعا زي ما انت عارف الظروف بتاعت البلد أو ظروف العالم كله ظروف صعبة، إذا ما كانش معاك زوجة قوية تقدر تسند معاك في الحياة عمرك ما هتقدر تكمل. أكبر نعم ربنا عليا إن ربنا وهبني زوجة صالحة وفعلا واقفة في ظهري في كل حاجة، في كل مشكلة وفي كل موقف. الحقيقة أنا الحمد لله دايما بقول إن أنا ربنا أنعم عليا بنعم كتيرة، بس بقول إن دي أعظم نعمة ربنا يعني أكرمني بيها. هي أصلا أكبر داعم ليا يعني في حياتنا، طبعا بعد والدي ووالدتي يعني بيبقى هي أكتر واحد واقفة جنبي في حاجات كتير. يعني حوالي أكتر من 30 سنة زواج ومخلصة جدا لنا ولأولادها إلى أبعد الحدود. طبعا ده لازم دعم نفسي ودعم كل حاجة، أهم حاجة الدعم النفسي، سيبك بقى من أي حاجة من ماديات، حد أهم حاجة أن يبقى في حد بيشجعك على حاجة صح. لازم يكون في حد يشيل معاك، يعني لازم حد يكون معاك يساندك، مش هيبقى لوحدك حتى لو انت عندك درايب كل المواضيع، بس لازم حد يساندك. اكتر واحد اخويا، اسرتي طبعا والاصدقاء المقربين، ويعني اعتقد ان يعني الحمد لله في مجتمع سوي، الناس اللي حواليا كلهم جيراني كمان وحبايبي كلها، يعني والدتي وزوجي كده واخواتي. والله هو يعني بحكم العيلة طبعا والكلام ده، بس المواقف دايما العائلية بالذات بتبقى محتاجة قرارات سريعة، والقرارات دي بتبقى عن طريق الزوجة اللي موجودة في البيت، هي بصراحة اللي بتبقى شايلة البيت. اخواتي في البنات والصبيان. بابايا طبعا، مامتي برضو، بس بابا باخد رأيه اكتر. اختي، انا ليا اخت واحدة وحيدة على الدنيا بعتبرها امي واختي، وبتقوم بكل، يمكن مش عايز اقول لك هي والدتي وهي طلبي بصراحة، بنتي، لان بنتي عندي غالية قوي.